بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن قوة النمل. هذه نملة تستطيع حمل 20 ضعف من وزنها، ولذلك هي أقوى بكثير من أكبر لاعب لحمل الأثقال في العالم. نصيحة يعني، فهل تتواضع قليلا أيها الإنسان وتتذكر قول الحق تبارك وتعالى؟ يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. سورة الانفطار من آية 6 إلى 8، والله أعلم.